كواحد من الشخصيات الرياضية اللي موجودة، رمضان صبحي والحالة بتاعته، وكان تصريح مسؤول اتحاد الكرة قاسي جدا على رمضان. هل اتحاد الكرة في صدد ان هو يطلع بيان اعتذار لرمضان صبحي عن سوء التفاهم اللي حصل، او اي ما يسمى حضرتك عايز تقوله؟ اقول لحضرتك ايه البيان القاسي اللي صدر من اتحاد الكوره ضد رمضان صبحي. ده احنا قلنا تصريح رسمي للاستاذ جمال علام. لا بص يا فندم، انت بتاخد بيان الاتحاد المصري لكره القدم. احنا قلنا ان احنا مع رمضان صبحي، ولابد ده موهبه لابد من الحفاظ عليها، وطالبنا بما فيهم اتحاد الكوره الكل يتكاتف عشان موهبه زي دي ما تضيعش في الطريق، لان رمضان صبحي نادرا ما تتكرر موهبه زي رمضان صبحي، واحنا بنكون احرص الناس على ان هي تكون موجوده في الملاعب وتمتعنا. وبناء عليه الاتحاد المصري ليس طرف في ازمه رمضان صبحي، وحضرتك عارف تماما، حضرتك عضو في الاتحاد المصري سابقا وعارف لما يكون يجي لك اي قرار من لجنه المنشطات او خلافه انت لازم تمتثل لما جاء اليك من هذه الهيئه، وحضرتك عارف كده تماما. وبناء عليه لا يزجب الاتحاد المصري لكرة القدم في أزمة رمضان صبحي إطلاقا إطلاقا. احنا مع رمضان صبحي قلبا وقالبا، لأنه موهبة لابد ان احنا نحافظ عليها. تمام، الجزء الاولاني انا مقتنع تمام مع حضرتك. الجزء الثاني، حضرتك بتقول ان اتحاد بما معنى اتحاد كره القدم يعني مش ما عندوش نيه او ما فيش ما يدعو ان هو يقدم اعتذار لرمضان على تصريحات. لو انا يا فندم اخطات او اللي انا صدر من الاتحاد المصري لكره القدم ضد رمضان صبحي اي شيء، او كنا طرف في المشكله نبادر بالاعتذار. لكن يعني قول لي فين دور الاتحاد المصري في ازمه رمضان صبحي؟ هو رمضان نفسه. انا بس هقول لحضرتك كابتن سيد، مش عاوزين نزج بالاتحاد المصري في كل مشكله. الواحد بيصحى كل يوم يلاقي اخبار عندك حق والله. يعني ده انا يعني حضرتك البارح بنتكلم عشان جمال علام وصل باريس ووصل للمعسكر المنتخب، والاخبار بتتداول اللي هو ممنوع من السفر. يعني ازاي تصريحات خرجت على لساني وانا ما قلتهاش، والاقي مواقع تقول لك على في تصريح خاص وانا ما حصلش مني خالص. عندك حق، احنا عندنا سياسه بنحاول نقفل البيبان. للاسف والله يا كابتن للاسف، احنا نفسنا الخبر لما يصدر من اتحاد الكوره احنا عندنا من الجرأه ومن الشجاعه ان احنا نواجه ونقول اه ده طلع مننا، ولو اخطانا نعتذر. ما احنا بنجيب حضراتكم اهب ايه عشان كده. ايوه احنا بنجيب حضراتكم عشان كده. حتى موضوع رمضان انا بسال حضرتك لان هم الناس والمسؤولين بيراميدز كانوا زعلانين، ورمضان نفسه من تصريحات الاستاذ جمال علام في الموضوع. لا عمر الاستاذ جمال علام ما يصرح بحاجه من دي، وانا متاكد من كلام الراجل اطلاق يعني 100%. كابتن سيف، الاتحاد المصري مره ثانيه ليس طرف من قريب او من بعيد في ازمه رمضان صبحي. الاتحاد المصري ما هو الا اداه، جه الخطاب ان دي مثلا ايجابيه يبقى خلاص اوريدي انت عارف القرار بيكون ازاي اول ما وصل خلاص. تمام، لكن احنا ساعتها قلنا احنا بندعم رمضان صبحي، لان رمضان صبحي موهبه كبيره ويجب الحفاظ عليه. تمام، الانتخابات يا فندم ميعادها امتى؟ والله انا ما سالتش في الانتخابات ميعادها امتى، زي ما حضرتك عارف ان هي بعد انتهاء الدوره الاولمبيه هيكون في انتخابات الاتحادات وعدد من الانديه. وده طبعا حسب الرؤيه المشتركه ما بين الاتحادات واللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه، لكن امتى انا ما سالتش. هتكون امتى؟ يعني انتوا كاتحاد كوره قصدي حضرتك ما خدتوش حتى ميعاد لفتح الباب هيبقى امتى؟ لا لسه.